مانش اف ام. صباح الخير لكل متابعينا عبر شاشة قناة أوغاريت وأثير إذاعة أمواج اف ام. نحن معكم على الهواء مباشرة ببرنامج الأبراج. دائما تحياتنا لكم عم تكون من المركز الإذاعي والتلفزيوني باللادئية سوا على الهواء مباشرة ببرنامج الأبراج. رح نرحب بضيفتي داخل استوديوهات أمواج اف ام السيدة فريال إبراهيم خبيرة الفلك والأبراج والطاقة. يسعد الصباح. يا صباح النور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكي ست فريال. اليوم 25 شباط، شو بتخبرينا عن حركة الكواكب وتأثيراتها بشكل عام على مختلف الأبراج؟ طبعا كوكب عطارد في الحوت، يعني الأبراج المائية بلشت أمورها تصير منيحة. طبعا في ابراج ما انا مرتاحه، ما يزعلوا مني بس بدي لازم نبههم. يعني ما انا مرتاحه هي الجوزاء العذراء والقوس، زايده حساسيتهم، عندهم ضجر، عندهم ضوجان، حساس بالفوضى حواليهم. بس بشكل عام يعني يومين وينطروا علينا. بس تقدم الحوت عطارد من الحوت وصار ببرج الحمل رح تتحسن كتير امور. طبعا ما رح ننسى كوكب المريخ يتقدم في الدلو، يعني الثور والعقرب والاسد لازم ينتبهوا كمان صحيا، يعني ما يصير عندهم اهمال، ما انه والله عم يجعني راسي، معلش يوجعني راسي انا ما راح عند دكتور، لا انا بتمنى كتير كتير تنتبهوا على صحتكم، لانه هالفتره هيدي فعلا الكواكب معاكسه لابراجكم، فلازم تنتبهوا كتير. واهم شيء الحاله النفسيه، يعني العصبيه بلاها، نطول بالنا شوي، نصبر شوي، يعني نمتص شوي، نتغاضى من بعض الاخطاء اللي عم تصير بمحيطنا كتير بنرتاح. طبعا هي بشكل عام بالنسبة لحركة الكواكب عزيزتي. ورح نبلش مع أول الأبراج وبرج الحمل. ممكن يسعد صباحك يا برج الحمل. اليوم الحمل من الصباح عنده نوع من القلق، يعني كأنه متوهم أنه هو مرضان أو عم يجعوا شيء. سلامة قلبك يا حمل، ما لازم أبدا تهمل حالك عزيزي. يمكن أنت تعبت باليومين ثلاثة أو بالفترة الماضية، صارت عندك مثل نوع من الإرهاق، نوع من الإهمال لصحتك، فأنت عم تعاني يمكن من حالة نفسية ما أنا مزبوطة، يمكن عصبت وصار معك مشكلة، فأنت زادت عندك الحالة النفسية سوء، فإحساسك بصحتك أنه ما أنا مزبوطة يعني نص وهم. بتمنى كتير الهدوء وتهدى والأمور بخير. مصبعة يا برج الثور، منقلوا يسعد صباحك يا برج الثور. اليوم أمورك بخير، يعني كأنك عم تتصرف بعقلانية زايدة، متوازن زيادة، عم تمشي أمورك مثل ما بدك. عم تعرف شو بدك عزيزي الثور؟ كلمتك مسموعة، المحيط الحولك يعني كأنه هيك بمعنى يقول لك أنه شكرا، أو يعبر بطريقة ما أنه أنت فعلا عم تتعب والنتيجة كتير منيحة، فعندك إحساس بالرضا وبالسعادة. صباح الخير لبرج الجوزاء. برج الجوزاء اليوم لا تكون متسرع عزيزي بقرارك أو بكلامك أو بألفاظك، كأنه حدا عم يضغطك، ممكن يكون كتير بالشغل، ممكن يكون كتير حدا له أثر أو تأثير عليك، فعم تحس بكلامه، ممكن كتير تسمع كلام عم تحس بهالكلام نوع من الإهانة، فأنت ما كتير تزيد أساسيتك. ممكن يكون عندك أنت حلقة مفقودة بأسلوبك، فعم تخلي أنه العين عليك زيادة. اهدى يا برج جوزاء، الأمور بتصير بخير. صباح الخير لبرج السرطان. أمورك بخير عزيز السرطان، عندك مناسبات حلوة، عم تخطي خطوات مدروسة، عم تعطي قرار صح، عم تأخذ قرار صح، عم يعني هيك عم تعطي أو عم تنشر طاقتك الإيجابية بشكل كتير حلو، بشكل كتير مبين، بشكل كتير لطيف على الحواليك، فعم يتقبلوها منك بكل مرونة، فإن شاء الله تدوم هالحالة لبرج السرطان. صباح الخير لبرج الأسد، عندك قلق ما بعرف بخص الميزاني، بخص الماديات، بخص مال، ممكن تكون عندك كتير التزام، ممكن كتير تكون محتاج، عم تخطط، عم تحاول تحافظ على معك قدر الإمكان عزيزي الأسد. بتمنى كتير تنتبه من الاحتيال، انت من نوع ممكن توثق بلحظة وما توثق بلحظة،
فتخيل على التناقض اللي أنا عم أحكي فيه. على كل حال انتبه كتير كتير، بتمنى تنتبه على توقيعك، تنتبه على كلامك، على وعودك، أو من حدا كتير بحاول يصطادك بنقطة ضعفك وهي العاطفة عندك. فبتمنى كتير ترتب أكتر، تدرس أكتر، تعطي قرار بهدوء أكتر. صباح الخير لبرج العذراء. لازم نرتاح، وحلنا نرتاح يا برج العذراء. مرقت هالكام يوم اللي مضوا ما كتير كنا مرتاحين، عم تخلص اليوم من أمور كتير كانت بتحسها أنه صعبة أو إلى تأثير عليك سلبي. عم تصحح اليوم، عم تقرر، عم تعتذر، عم تقبل اعتذار، يعني خطوات عم تخلص منها كانت صعبة تنحل بسهولة. فالأمور كتير بخير، وبلشت تصير تحس فيها أو بلشت تلمس الانفراجات أو نوع من الأفراح تدخل قلبك. صباح الخير لبرج الميزان. اليوم المزاجي عزيزي الميزان مانك مرتاح، كأنه عندك إحساس بغربة أو إحساس بنوع من الظلم. نصبر شوي عزيزي الميزان، بس هيك اليومين والأمور رح تقلب كل موازينها، ورح تحس بالطاقة الإيجابية اللي بتملكها من الصباح، ورح تمشي كل خطواتك بخير. بس بطلب اليوم منك ما تكون زيادي حساس، زيادي منتقد، زيادي شاكي. فأحيانا بنشكي وبيكون هيدا بيعود علينا بأمور سلبية نحنا ما بتمناها لا لبرج الميزان ولا لأي برج أو لأي حدا فينا. صباح الخير لبرج العقرب. عندك تغيير اليوم، عندك شيء جديد، عندك علاقات جديدة، عندك عودة اتصالات، عندك هيك نوع من اللملمة منقول عليها، عم تلملم أمورك، عم تحاول تحافظ عليها، عم تحاول تعمل حصانة لنفسك، لأمورك، لعلاقاتك. لا تكون كتير واثق بالحواليك عزيزي، حاول تحكي كلام تكون أنت يعني كيف يعني محسوب عليك، أو ما تتجاوز حدودك بالكلام. فممكن كتير يكون في اليوم نوع من النميمة أو حدا ناطر لك يا برج العقرب على أنه يأخذ منك كلام، وممكن يسبب لك وجعة رأس. إذا ولا بد انتبهت ما بيصير هالشيء أبدا. صباح الخير لبرج القوس. اليوم القوس زعلان، مانو مبسوط، مزاجي مالك منيح ابدا، احساسك عندك شحنه سلبيه ما عم تعرفه بدك تفرغها. انتبه على هدوءك عزيز القوس، كانك عندك خلاف بينك وبين الحبيب او بجو عائلتك، وهذا عاطيك نوع من السلبيه من الصباح. مالك مبسوط، مالك مرتاح، عم تعيد الكلام اللي سمعته او عم تعيد المشاحنه اللي صارت بينك وبين الطرف الثاني، فهي عم تعطيك هالحاله هيدي. حاول خلص اللي صار صار والكلمه طلعت، حاول تصحح، حاول قدر إمكانك تضيق الدائرة، ما تحاول توسعها، ومين ما سألك تحكي له لا، اللي بيحكي كتير بيغلط كتير. صباح الخير لبرج الجدي. سعد صباحك يا برج الجدي، أمورك الحمد لله بألف ألف خير، عم تمشي بثقة، الحظ عم يحالفك بأي خطوة عم تاخدها. انتبه اليوم حدا حاول يستفزك أو بده يحاول يستفزك. على كل حال واثق من نفسه، بيعرف شو بده، عنده إحساس من جوا عم يطمنه لبرج الجدي بأنه عنده تحقيق أمنية أو طريق أو تغيير بحياته كتير منيح. وماليا أنت اليوم بأوج مثل ما بيقولوا هيك على القمة، فعندك فعلا أخبار بتخص المال، بيع عقار، تبديل سيارة، ما بعرف، بس أيا كان شيء بخص المال فأنت اليوم الحظ حليفك. صباح الخير لبرج الدلو. برج الدلو اليوم نشيط، حرك، جاي عباله يعزم، يروح يجي يسلم، يزور رفقاته، يلمهم حواليه، فعنده هالإحساس هيدي كتير عطي نوع من الرونق، نوع من اللطافة الزايدة. فبرجك اليوم يا عزيزي أو أمورك اليوم يا برج الدلو هيك في كامل قوته، في كامل مرونته، في كامل لطافته، أمور عم تنهي اليوم لصالحك 100%.
صباح الخير لبرج الحوت، آخر الأبراج، مانك مرتاح يا عزيزي، عم ترجع للماضي كتير بأفكارك بكلامك، يمكن نوع من الندم أنت عم تعاني منه يا برج الحوت، يمكن على شيء عملناه، يمكن فرصة فاتتنا، يمكن كنا نحنا كان معنا، نحنا كبينا بإيدينا، فكل هالأمور هيدي يا برج الحوت إذا ولا بد ضلت براسك وعم تحكي فيها بدك تضل تعبان. على كل حال طريقة تحليلك غلط بالنسبة للأمور اللي صارت معك أو بالنسبة للظروف اللي صابتك. انتبه، حاول تعترف بغلطك. الاعتراف بالغلط أنا بعتبره كتير درس صح بحياتنا، ما أنا جبن أو ضعف، بالعكس قوة. انتهى الفترة قلق زعلان، لا تنكوش بالماضي، اسمع مني بترتاح. في ختام فقرة الأبراج اليومية أكيد بنتمنى كل الحظ السعيد لكل الأبراج واللي مولود اليوم، أكيد كل الأمنيات الحلوة، كل عام وأنتم بخير، وأيضا من عندك صدفة وأنا كمان بعيده إن شاء الله يا رب سنة تكون هيك مليء بأخبار حلوة بتحقيق أمنيات، إن شاء الله كل عام وأنت بألف خير. حاول طبعا كل واحد فينا حسب مرحلته العمرية أو مجال عمله، بتصور إنه السنة عنده فرصة، لازم يكون كتير متهيأ انه يغتنم بشكل صح، بتمنى له الخير وان شاء الله كل عام وانت بألف خير. ان شاء الله يا رب. ورح نبلش باستقبال كل استفساراتكم متابعينا، كل حدا حابب يعرف عن حظوظه بالايام القادمه بامكانكم تكتبوا لنا على البث المباشر، هو موجود عبر صفحاتنا على موقع الفيسبوك، وايضا فيكم تكتبوا لنا وتبعتوا مسجاتكم على الواتساب على الرقم 0924-521-053، اتصالاتكم ايضا على رقم الهاتف الارضي 245-217. رح نبلش مع المشاركات معنا عبر البث المباشر. غزل بنت فدوى 14/9/94 وزوجة حسن ابن غادة مواليده 10/6/92 تحديدا عم تسأل عن الاستقرار. غزل وحسن عم يسألوني، يمكن غزل عم تسألني تحديدا عنه عن الاستقرار، ما بعرف شو بتقصد بالاستقرار. يعني غزل انت وحسن نفس البرج حوت، طبعا حوت الانثى او انثى الحوت غير ذكر الحوت تماما، في قواسم مشتركة ما بيخلو، يعني انت بالنسبة لك انت حافظتي وحافظي كتير في وقام بيناتكم، اذا بدك طبعا غزل انت عم تفهم علي، اما اذا ما بدك لا، في نكد بيناتكم، يعني قادرين انتو خلقوا النكد، قادرين لا تنهوه، طبعا عندكم مرونة عندكم، بس ما بعرف كأنه غزل المحيط اللي حولك عامل لك شوية قلق. على كل حال حسن عنده خطوة كتير ناجحة السنة، عنده كتير فرصة، وبتوقع لك فعلا إذا أنت عم تسألي عن الاستقرار الاجتماعي وهو البيت، أو استقرار بشغلك، أو استقرار بينك وبينه، فعلا في عندك شيء جديد بيدخل حياتك وأنت عم تسعي وهو عم يسعى، بس خففي يا غزل قد ما فينك هيدا اللي بيسموه نق نق نق، أو السؤال على طول على طول بنفس الشيء. صدقيني الصبر أيام بيكون مفتاح الفراج، يعني لفترة منيح هيك شوي مانا كتير بعيدة، فعلا عندكم شي تغيير، وان شاء الله يا رب يكون الاستقرار بحياتك بين كل الأنواع. ما بعرف شو بتقصدي. ان شاء الله يا رب. ايضا مشاركة من جينان بنت عايدة بالالف الممدودة مواليدة جينان 1/2/66 عم تسأل عن حظوظها بشكل عام وتحديدا موضوع الصحة. تكرم عيونك وخليكي معنا على السماء. جينان ما بعرف، تعباني نفسيا يا جينان، انت من النوع اللي بتتعب نفسيتك، بتحسي كل شيء فيك عم يوجعك، هو في عندك وجع، انت اثار شيء، اثار حادث وقعه، يعني ما بعرف شو بدي احكي، بس
ما كتير تتوهمي، ما كتير تعطي الأمور أكتر من حجمها. عزيزتي بينك وبين نفسك حاولي تسألي حالك أنت، يعني العقل الظاهري عنا والعقل الباطن عنا، فأنا بتمنى يصير في علاقة قوية بينك وبينه. سألي حالك لشوف أنت متحني قوتك، متحني نفسيتك. أنا بفضل أنك تريحي نفسيتك وتسألي حالك، أو تسألي العقل الباطن عندك أنا مريضة، ورح يقلك لا، حاولي تريحي نفسيتك، الأمور بخير يا جنان، ما بدي أياك تتشائمي أبدا أبدا. وإذا عندك نوع من الوجع حاولي خلصي منه بأسلوب ما، يعني جاي لدكتور، لا تهملي حالك، معلش ما نوع عيب ما نوع غلط. بس بشكل عام أنا ما مبين عندي أنه جنان عنده شيء بيزعج أو شيء سيء. سلامة قلبك يا جنان. مدام فريال أيضا مشاركة من رنا بنت نادية، كمان ألف ممدودة، 18/3/83، مع زوجها محمود ابن ثروة مواليده لمحمود 17/2/79، حابة تعرف عن الصحة والمال بشكل عام. وشكرا، شكرا لإلك يا رنا، أكيد بتسمعي ست فريال بعد الفاصل. رنا ما بدي اياكي تقلقي ابدا، بس انت طابعك ناري على فكره. برجك الاسد، الاسد كثير او انسى الاسد يا جماعه، بدها مين دائما وابدا يحسسها بحاله او يذكرها او يهتم بنوع بطريقه ما بعرف شو بدي افسرها او كيف بدي اوصلها. ممكن احيانا يخوني التعبير وما اعرف اوصل الفكره، بس هدي علينا يا رنا دائما وابدا، اعذريني. يعني انا مو دائما انا فاضي، مو دائما انا فيني، مو دائما انا بحسن، مو دائما انا مرتاح. فبتمنى كتير هيدي الملاحظه اللي انا عم اعطيك اياها تلتفتي لها شويه رنا، بتريحك كتير امورك. حسن عفوا محمود ابن سروة برجه الثاني، دور هادي بطبعه، بيحب الحياه بطريقه ما، بجوز انت ما بتعجبك ما بعرف، بس كوني واثقه انه محمود كتير بيشتغل على اساس امور او بيخطي خطوات كتير انه انت ترتاحي لها وتكون مريحتك. فبتمنى لك الخير يا عزيزتي، امورك بخير، حاولي انت تخففي من توترك. و سترنا بتمنى هيدي، ما بعرف كيف بدي اوصلها، بس هيدي العنجهيه عندنا نحن النسوان لازم نخففها منا لحالنا، يعني كتير منرتاحة ومنريحة. فما بعرف، إن شاء الله الخير يا رب إن شاء الله. لرنا أيضا ريما بالتاء المربوطة بنت مريم 1/2/2015، عن الصحة تحديدا لو سمحتي ست فريال. ريما عم تسألني بنت مريم عن الصحة، برجاء أسد ما بعرف، انتبهي يا عزيزتي، ما فيش سيء أبدا أبدا، بس انتبهي، ما بعرف يعني، ما تهملي نفسك، إن شاء الله ما في غير الخير يا رب العالمين، وما تقلقي أبدا من كلامي، لأنه فعلا ما كتير توضحت عندي الأرقام أو معاناتك من شو تحديدا. أيا كان، أنسى الأسد بتعاني دائما وأبدا، يمكن لازم تاخذ نظام غذائي لنفسها او تعمل حميه، ما بعرف عندك مشكله، يمكن لازم تخص انه الغذاء، لازم تعرفي شو عم تاكلي شو عم تشربي، او تستشيري حدا بيفهم هو الدكتور. وان شاء الله يا رب الخير والعافيه والصحه لريم ان شاء الله. منكفي مع المشاركات. زين العابدين ابن غادة 24/5/2006 عم يسألنا زين عن الدراسة. زين يمكن فشلنا ما بعرف، او انت
ما حبيت تخطي خطوه او تاجل شيء ما بعرف هذا شيء بخصك. زين العابدين ابن غاده برج القوس عندك السنه باذن رب العالمين عندك هيك خطوه ناجحه كتير كتير، يعني اذا كنت عم تدرس وشي هيك مادي ما بعرف متعسره رح تتجاوزها، عندك صعوبه رح تتجاوزها، عندك مصالحه مع نفسك وهيك احساس بالرضا. بتمنى لك الخير يا زين والامور بخير، وفعلا عندك اخبار بتخص هذا الموضوع كتير منيحه. بنختم ست فريال مع غيثاء بنت ناهي مواليدة 2/2/88. غيثاء برج العذراء السادس، يعني لك الفترة هيدي اللي مضت ما كتير كنتي مرتاحة، اليوم يمكن بعد الظهر تتحسن الأمور وفعلا بتتابع فيها فترة كتير منيحة، يعني لشهرين ثلاثة براج الترابية رح تكون متألقة كتير كتير. طبعا مو انه شهرين ثلاثة وبس، لا انا بتوقع له لراس السنة حتى لسنة 25 لهم كتير حصة وافرة وكتير حصة كبيرة. بتمنى كتير يا غيثاء تنتبهي، ما تعجلي ما تستعجلي ما تاخدي قرار، ما تحاولي تحسمي هالفترة، حاولي روقي لنفسك، حاولي اشتغلي على حالك، كل ما هديتي كل ما كنتي ناجحة، ما في شي حولك بالعكس كل شي شايفته أنا بيطمن، اسمك بيبدأ بحرف كتير غني وكتير حلو. إن شاء الله يا رب على طول يا غيثاء ضلي بخير يا رب الخير للجميع. بختام برنامج الأبراج لليوم كل الشكر لحضرتك السيدة فريال إبراهيم خبيرة الفلك والأبراج والطاقة، يعطيكي ألف عافية. شكرا كتير، باي باي. أهلا وسهلا فيكي، وأيضا الشكر موصول لكل متابعينا عبر شاشة قناة أوغاريت وأيضا أثير إذاعة أمواج FM. بختام برنامجنا لليوم تضلوا بخير يا رب، باي باي.